degree of a burn يعني درجة الحرق الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو أربع درجات first and نسبة الحرق إيش قد؟ complication شو الكرايتيريا اللي الناس اللي ممكن يتعالجون بالبيت شو الناس اللي ممكن يتعالجون لازم داخل المستشفى وكل واحد يعرض عليه وقاياته في مانجمنت the skin is the largest organ of the body أكبر عضو من أعضاء جسم الإنسان هو السكن and has many functions وظائف مالته أكثر من وظيفة السكن مهمات جدا أولا provide protective coverage of the body بدأف الجسم then prevent excessive amount of water from leaving the body تمنع خروج السوائل اللي موجودة في الجسم إلى خارج الجسم بكميات غير محسوبة وغير كبيرة. ثلاثة protect organs from injury. أربعة allow cold, pain, touch and pressure to be sensed. وجود المستقبلات الحسية بالجلد إنه هذه تحط الشعور بالبرد والحرارة والألم وغيره. وأخيرا help control the body temperature. درجة حرارة في الجسم. بالأخير ما عاد تقدموا لي جدا. كل عدة ثلاثة طبقات الجلد اللي موجودة في جسم الإنسان ثلاث طبقات هي بالعربي البشرة والأدمة والطبقة الدهنية اللي تحت الجلد. فالإبيديرمس هي البشرة. الديرمس هي الأدمة والهايبو ديرمس أو الفاتي لاير اللي هي الطبقة الدهنية اللي موجودة تحت الجلد. أو الغلاف الخارجي اللي بتماس مباشر مع المحيط الخارجي مال الجسم. شنو وظائفه؟ Prevent most bacteria, virus and foreign substances from entering the body. أنا وظيفتها دفاعية بحتة. Protect internal organ muscle, nerve and blood vessels against the trauma. وحماية من الأذى الخارجي. يعني تمنع دخول البكتيريا والفيروسات. وإذا قال فد شدة خارجية أو التروما اللي حكيناها في المحاضرة السابقة. راح يكون في الجدار او في يعني الغلاف يحزن او يمنع وصول التروما الى الانترنال اورجن. الديرمس الطبقه الثانيه اللي هي طبقه الادمه هي تكون الانر لاير الطبقه الثانيه. ثيك لاير اوف فايبرس اند الاستيك ذات جيفز ذا سكين اتس فلكسبل اند سترينث. يعني هاي الطبقه المسؤوله عن الالاستيسيتي مالت السكين اذا تسحبه ويرجع والقوه مالته انه مو على ابسط شيء ممكن يؤدي الى الجرح مالته. إضافة إلى أنه contain blood vessels, nerve, hair follicle, the sweat and oil gland. المنطقة اللي تحتوي على الأعصاب وعلى الشرايين والأوعية الدموية المختلفة إضافة إلى الغدد العرقية والدهنية تكون بهاي المنطقة. الثالثة والأخيرة الطبقة الثالثة اللي هي الفاتي helps insulate the body from the heat and cold. تعمل تعازل إنه يحافظ على درجة حرارة الجسم خلال البرد إنه يبقى الجسم دافي قدر الممكن. وخلال الصيف انه يساعد على تفريغ الحرارة من الجسم. والنقطة الثانية انه provide protective padding and safe energy storage area. تعتبر مقانات للاستناد. قديم الطبقة الدهنية المتحتة ما يصير البون بالتماس مباشر مع الواحد ينتجي او البصل او غيره. اضافة الى انه يعتبر البون في يعني مكان او مخزن للطاقة. اللي هو الاستهلاك خلال فترة الصيام مثلا. هذول اذا شايفينهم جماعة الأفارقة اللي يصعدون مجاعات وغيرهم شايفينهم يصرفوا الضبط هو التعبير الحرب يقول لك جلد وعظم. هو التعبير الحرب فعلا جلد وعظم مع الطبقة الدهنية ما يعني كومبليتلي اكزوستد استهلكها تماما عوض عنها بالطاقة مرة. هذا الستايل هو اللي احكي عليه هاي طبقة الابيديرمس وهاي الديرمس المنطقة وهاي الطبقة الدهنية. هاي راح تفيدنا طبقات هذول الثلاثة. احنا ذن اللي راح يحدد لنا درجة مالت الحرب. بالحرق احنا عندنا في شغلتين اساسيه ومهمه. ديجري يعني الدبث مالت الحرق مدى العمق مالته اللي هو يعتمد على هاي الطبقات كل وحده لها اسم يعني كل درجه شنو الانفولف. والشغله الثانيه والمهمه واللي تجعل اكثر الاسئله عندكم واللي تروحون بها وايد اللي هو البيرسنت نسبه الحرق سامعين بي نسبه حرق 10% من الدرجه الثالثه. الدرجه الاولى 40% الدرجه الثانيه 3% او 4% واحد. اللي نعتمده احنا واللي نحتاجه الاسئله اللي تجيكم المسائل اللي تجيكم وتجي حكما
انه شلون تحسب الفلويد للمريض اللي عنده بير تعتمد بالدرجه الاساسيه على البيرسنت مو على الدجري مو على درجه الحراره تعتمد على قد النسبه مالت الحراره واضح الكوزز اوف البير ممكن يكون فريكشن احتكاك ممكن يكون ثيرمال ممكن يكون الكتريسيتي راديشن كيميكالز فروست بايت توكسيك فروست بايت يعني ثلج مخالف الى ارتفاع الحراره العاليه والانخفاض الشديد جدا في درجات الحراره واخطرهم واكثرهم شيوعا يعني كوز اوف ديث عندنا احنا هو الانفليشن طريقه استنشاق غالبا ما يكون الكوز اوف ديث هو السي او كربون مونوكسيد غاز اول اكسيد الكربون يسبب الحراره فنجي على يوم واحد الفريكشن اللي هو الاحتكاك اللي يصير انه سكن باي سكن انت تمشي بالطرف طفل ده يلعب في البيت ويقع على القاع مثلا هاي انجلت الجرخه خلينا نسميها هذه ممكن انت اذا لامك الكريم يحل الموضوع. قضيه ثانيه اللي هي الثيرمال بير اللي هو السنه اللهب او لهب النيران او ممكن يكون هوت او ليكويد او اوبجكت ممكن يكون نار مباشره نار هي تتماسك مباشره او ممكن لا انت تطبخين بالبيت الكوري تحتي الجدريه انت من تصلح المولده تبدل ماي للسياره اللي راديت وهي حامل تشوف بيها هذا ممكن هذا هوت اوبجكت او ممكن يكون ليكويد ماي حار البشاكل اللي يصير عندنا احنا بالمواسم مالت مثلا مال الطبخ وغيره كذا اطفال يلعبون ويوقع بقدر وهي كذا هذا شيء وايد او عندنا ممكن يكون غاز انفجار الغاز او حرق الغاز ممكن يسبب عندنا او الفلاش اللي هو الباب هذا هم ثيرمو وهم الكتريكال الكتريكال بيرز كهرباء حرق يعني بعامل كهرباء هذا اكسيدنتال لانه ما واحد عاقل يروح ينزل الكهرباء قبل ما يسوي فهذا ما يكون حادث عرضي بسبب طبيعه العمل او لا التمرات النوويه الثلاجه او حتى المي الثلاجه في منظوم يعبر او يصرف كهرباء وكل ما بس هذا يعتمد على عاملين اساسيين ومهمين اللي هن strength of electrical voltage مالت الفولتية مالت أو القوة مالت التيار مالت الكهرباء و duration الفترة اللي ضل سامعين المصطلح انه نسبة الكهرباء متى لو نسبة الكهرباء الضبط مرات انه التيار مو كلش عالي مو كلش قوي مع المولدة مثلا مالت 3 امبيرات لكن الفترة اللي ضل ملزوم بها هي اللي ممكن تسبب لنا الدفع ممكن تسبب لنا الباب واضح فيعتمد على عاملين اساسيين the duration of contact with the electrical source القضية الثانية strength قوة والفترة الراديشن الاشعاع يعني سواء كان يوفي لايت اكس راي او راديشن ثيرابي مرات من بعض العلاجات تتطلب العلاج بالاشعاع مثلا كهرباء او الطاقه المشعات الذريه اللي يستخدمها اللود المشع وغيرها فالسكن افكتس فروم ايونايزنج راديشن ديبند هنا على من راح يعتمد كهرباء على السترينث والديوريشن هنا ديبند اون اماونت اوف اكسبوجر اوف ذا اريا مساحه سطحيه معرضه للاشعاع مال الجسم يعني كل الوقت تعرض للاشعاع الهيت فقط المنطقه المعنيه بالعلاج الاشعاعي تعرض فقط وايضا الديوريشن الفتره اذا الالكتريسيتي بالراديشن المشترك بيناتهم عامل الوقت الفتره ذاك قوه مالت التيار هذا الراديشن المساحه السطحيه المعرضه الى الاشعاع اذا شايفين المسلسل مال تشيرنوبل شايفين على السينما فاعل تشيرنوبل سامعين بيه اللي صار بيه انه هذا الليك مالت المواد المشعه مع الاوكران اللي كانت الاتحاد السوفيتي موجود منطقه كامله اويدت تقريبا يعني لحد اللحظه هاي معزوله ما حد لا يبني بيها ولا يقعد بيها منطقه اشباحهم موجود على السينما اذا تحبون تشوفون سبع حلقات يحكي لك بالضبط شلون صارت القضيه وشلون صار الليك وين وصل التاثير مالتها بحيث وصل لفرنسا وللدنمارك الغبار الذري انتقل بالهواء التاثيرات مالته وصلت للناس اللي هناك موجودين غير التجارب
اللي هو عندهم القنابل الذريه اللي استخدموها باليابان هذا هو شيء ولا كذا لحد الان ما قدروا يطلعون عليهم موجودين وعندهم صور ما حد يفهم ولا الدرجه اللي ينقاس بها الاشعاع اسمها الجراي الاعلى من عندها اسمها الراد فكل ما كانت الكمية قليلة كل ما كان التأثير مالتها ذكي عن مطبوعات من الاطلاع فقط الثلاثة والعشرة كل واحدة والتأثير مالتها اللي يهمني من هذا الستايل انه بالراديشن اللي يحكمك به او اللي يحكمنا بالتأثير مالته هم عاملين عامل الفترة اللي هو الجوريشن مال التعرض للإشعاع وعامل المساحة السطحية اللي تعرضت لها الإشعاع نفسه كيميكال بير اللي هو صراحة من أسوأ ما ممكن تواجه يعني المواد الكيميائية حرق المواد الكيميائية غالبا ما يستخدم في عمليات التعذيب أكثر ما يستخدمون عمليات التعذيب فممكن يكون سترونج أسيد اللي هو عندنا محاور كبريتي المخفف اللي يستخدمون مي الباتري إذا سامعين بي وتنظرون لهم الباتريات هذا مخفف يعتبر فممكن سترونج أسيد ممكن يكون سترونج بيس قاعدة قوية أيضا على الحرارة ما تصبح تحترق بس تزرق يعني تغرق شيء وإذا شايفين مرات تطبعون بالأفلام إنه شو عشان الحصوايا بالمي يعني تطبع بالمي وتنفجر تنفجر تغير الحرارة عالية ممكن يكون ديتيرجنت يعني بعض المواد اللي تستخدم بالتنظيف شلون عندنا البطش يسمونه يعني حتى على أسد قوي مرات حتى البنات من الأخوات الموجودات اللي يستخدموا بدل التايت بدل الزايد حس انه ياثر يوم يتمشي او يطلع يتحكى او هاي فد ماينر ديجري من البيرن مالته الاسيد كثير ما تضمن عاليه او ممكن تكون سولفنت اللي حكينا عليه المذيبات اللي يستخدموها مثلا يطبون بيه بنادم يطلعوا حتى عظم مالته هو يطبع البلد هو يروح يروح اللي يهم من هذا الزايد تعرف لي انه هم شنو هاي مالته هاي الفقره اللي عندك بس اريد تعرف لي هذه تشو ديستركشن استخدام يعني الكيميكال ده تشو ديستركشن may continue for up to 72 hours after chemical injury. تخيل يبون يستمر انهم يبون يعني شلون فيهم يقول يهرش بيه من الداخل بلا ما يحس بيه ممكن ثلاث ايام ورا ما تعرض الى chemical injury. شلون يصير انه هذا الموضوع يمشي شلون داوم كنتوا بالتدريب الصيفي دخلتوا العمليات شفتوا في الجهاز اسمه الكوتري يستخدمون اللي يوقفون به النزيف فكرة من عندها انه يسلط كهرباء وبيع عازل ارضي الارث اللي هو موجود انه يمر بخلال هذا التشو اللي تدخلي اكزاوت بس او مباشرة عليه يحرق المكان يعني يفوي بالضبط يكون الفزر اللي موجود فهذا نفس الشيء الكيميكال ماتيريال اللي تجي تتغلغل داخل الجسم وداخل التشو ممكن تمشي باللومن مالت الفزر وتمشي بالعروق مالته واللومن انه يحس به فممكن انه بالبداية تطلع بس الهام لكن ورا يومين ثلاثة ممكن تنفوق الابر ارم فهاي جدا مهمة may continue for up to 72 hours البرد او خفضة البرد او الانخفاض الشديد في درجات الحرارة وين يصير؟ يصير بالمكانات اللي بيها الهند ارتريز كل عضو من اعضاء الجسم كل منطقة من جسم الخلفاء العالمي اكو بيها شريان يغذيها وريد يرجع البلد من المكان الى الهارت عمود يصير عندنا التبادل مال الغاز بالرئتين ياخذ الاكسجين يطلع ثاني اكسيد الكربون ياخذ المواد الغذائيه ويرجع يوصلها من جديد. اكو مكانات نسميها الهيث ارتريز اللي هي يعني اطراف الجسم اللي هي التب اوف ذا فينجرز تب اوف ذا توز اصابع الاقدام واصابع الاطراف العليا النوز الايرز واللبس لان المكانات اللي بيها الهند ارتريز فلهذا لان اكثر المكانات تكون عرضه للتاثر بالانخفاض الشديد لدرجات الحراره منخفضه جدا ولهذا لا تتذكرون لحقتوا على ايام البرد وصلوا ايام ما كنتوا بالبدايه يجوز قبل ما عندنا كان يصير البرد كله يفتح حكمك يقوم حرق يطلقون حار يجوا او احمر تشوف البايد كل واحد باب الوالي ويفتح او اطراف صارت تحسها خدرانه لان تفرق اصلا صابعك كثير تحس بالدفء شوي يرجع بيها ست سيف فهاي المشكله مثلا يوجوالي افكتس الفينجرز التوز النوز اند الايرز ما مذكوره ليش هاي المكانات هي مال الهيد ارتريز وهذا مطلوب قلنا احنا موجود شغلات نحكيها بالمحاضره حتى الناس اللي جايين وموجودين ومحاضرين يعرفوا شغلاتهم موجوده الكوز انه هاي المكانات اكثر عرضه
هي هاي لو ادس بليسز اوف اند ارتريز موجوده نمبس خدر هيلا شحوب بالنص او سفير بين ممكن يصير عندنا سوالين انتفاخ وادينا ممكن يصير عندهم سنسري لوس اللي حكيناها قبل شوي بنفس المفهوم مالت النمبس. فلهذا بما انه يصير عندنا الانخفاض الشديد اللي ياثرنا على الاعصاب فلازم نكون هاندل وذ كير. نريد انه تقشر هاي الوقت عصب عندنا صور موجوده اللون مالتها متغير بلش من اللون الازرق المفروض تصير واصله لمرحله السواد يعني دانجر قد ما صار له فتره طويله. بصراحه هم هذول اكثر الناس اللي يتعرضون لهيك قضايا هم الناس اللي مثل هذول جماعه الفلمبي المتسلقين مال الجبال او اللي يشتغلون بالمناطق البارده جدا بالاقطاب سواء كان الشمالي او كان الجنوبي الباحثين او غيرهم المرتاحين اللي يدور على مطاريق حتى ما يدور على الفخمه يروح يدور وراها والناس اللي يشتغلون هذول بالكاسحات الروسيه وغيرهم هذول يعني موجوده بالمناطق الشديده الانخفاض درجات الحراره. فهي اكثر المناطق اللي يصير بها كنا انه هي الارتريز. اللون مالت السكين ممكن يكون بوتلد بلو يلوش او وايت او واكس يعني ممكن اللون مالته يتغير درجه مع اعتماد المرجع هم على عامل الفتره مهم يعني يظل هذا البرد او الجو البارد جدا لفتره طويله اليوم اليوم او ثلاثه مو مثل قبل ساعه او ساعتين تاثر على الانخفاض ويأثر عليه. ممكن يكون اللون بوتلد بلو يعني الازرق بالدرجات المختلفه البنفسجي ممكن يكون اللون مالته ابيض او اصفر مائل الى الشحوب يعني خلينا نقول واحد وجهه اصفر تفرق الدم الشديد الدم ما ادري وصل للمكان هذا او ممكن يصير اللون مالته بلاك اصلا يعني حتى دنجري صار ديت فهذا شلون تقدر الانترفنشن وياهم ورابدلي اند كونتينوسلي فور 15 الى 20 مليت راسا تجيبه في المكان دافي دافي لمده 15 الى 20 مليت افويد سلو ثاون يعني مو دفي شوي شوي اول تغطي البطانيه وبعدين دحوا راسا تجيب الحامض غير درجة الحراره عندنا بسرعه واهم شيء اهم شيء اهم شيء دو نوت دراي البليسترز. البليسترز بقصد بها يعني شو يسمونها الفرقاصه البطباطه اللي تصير بسبب الحرق مرات لا واحد يكون منشوي يروح واحد يكون منشوي تصير هاي النفاخه اللي البطباطه والفرقاصه هذه فهاي بحاله الفروست بايت افويد انهم تسوي ابيون تقشرها وتفرقها ليش؟ الشديد اللي صار فالفلويد اللي يتجمع بيها ممكن يحتوي على توكسيك ماتيريال لو تجي تفتحها فراح ينزل هاي المواد المولده السميه اللي متجمعه راح تنزل وين؟ بالانجر اللي موجود وبالتالي تدخل راح تحوله من كلوز سيستم الى اوبن سيستم وبالتالي راح تزيد احتماليه حدوث الانفكشن. هاي هسه اللي حكينا قبل شوي ممكن على موضوع اللون هسه بلشنا نشوف تقريبا الازرق بالدرجات المختلفه والبنفسجي صار شاحب عندكم اعتقد ان الان هنا على المنطقه صارت ديل تشو. تب اوف ذا فينجر صارت بلاك بيرن. هذه نفس القضيه مال الكوز واللبس ايضا نفس الموضوع. السلام عليكم. وعليكم السلام. الانهيليشنال صراحه اخطر واحد او اكثر المعاصي اشوفها اخر مأساة فيهم قبل سنتين عائله كامله هم من الطبيب ولد يعني ممكن مقدم شاي دام ويا على بيبر ويا هو والدته واخته وبنته طفل طفله ولد هذا الحرق صار بالاستقبال هم نايمين بغرفهم لا تقول بالتخب بالبردان فمسممين بالغاز مو متاثرين بالحروق اللي هو هذا السي او بويزن لا لون ولا طعم ولا رائحه ولا اي شيء بس ستر يعني الكربون مونو اوكسيد او عادي اوكسيد الكربون. ممكن العلامات اللي تنطيك ايحاء من يجيبوا لك شخص مثلا انه موجود طبعا غالبا غالبا ما يكون انه هم دراوزي يعني ممكن فول كونشيوس او اورينتد يعني تحت وياك ساعه يربط وياك ساعه ما يكلمك وياك على شاي يفتنون عندك تفتنون عنده وشاي يعني. فغالبا ما يكون لنا الساينس شنو الساينس وشنو السيمبتوم اول شيء؟ ساينس وشنو اكزام اللي انت تفحصه اللي انت تشوفه اللي انت تلقاه سيمبتوم وات هي او شي سيز تو يو اللي يقول لك مين اوكي الاعراض والعلامات فالساينز اللي انت اللي تشوفه سنت ديريز علامات مالت اسقام او سوادات من فتحات مالت الانف ممكن فيشل بيرن علامات مالت او يعني
استثمارات واسهم وغيرها. شارد ليبس شلون فطر شلون يصير قبل شوي صور من اللعبه بس اذا بقام على الارض اسكت الكلام شلون مال الاسهم موجود او شيء هيجي. بعد شيء عندهم بوستيا فاركس قديمه من تبخس من الارض مستور تشوف انه قديمه موجوده عندهم. هورسنس يحكي عنده يعني شلون بحها بالصوت. وتوف او ريزن ان تصنع الدكان لكن اورال انيزم ما بيرد لان كل عنده مهمات وجاهات اكثر من مره واكثر من شكل واكثر من مهمة. اللي يهمني بهذا الستايل غير ذي الساينز زين هذا تم حكايه اللي يمثل مربع هذا والمنري ادم راح احنا مو حكينا بالكيميكال ممكن يوصل 72 ساعه تاثير مالته. هنا عندنا فالمنري ادم هي نوت ابير تشيك وتفحص اوكي ما في مشكله بس ممكن نوت ابير انتل 12 الى 24 ساعه افتر الايفنت. فلهذا اكثر اللي يجون بهيك حالات حتى وانت جوا حادث حرق نعم كانوا غير غفر وجاي يسالني والله ساتر الحمد لله ما نطلعهم نفس اليوم الباقي مراقبه 24 ساعه يجيك ويلح واهله وذوي لحون دكتور احنا ما ادري شنو يلتمس فينا عندنا كذا الله ستر المريض انطلع المريض قال له طلعت توقع على مسؤوليته اللي تخرج المريض توقع على مسؤوليته يعني هذا ممكن وراء 24 ساعه ينتفس ويرجع ما تلحق عليه اصلا ما تلحق اوكي. فالمدر القديمه ميت ديلي 12 الى 24 ساعه شغله. الشغله الثانيه التاثيرات مالتهم هن ذن اللي هو يكون سبب يعني كوز اوف ديث شغلتي اول شيء انكريز سيرفكتد برودكشن. الشغله الثانيه السيريالي موفمنت او السيريالي اكشن تكون ديمنجد او قليل. شنو السيرفكتنت وشنو السيريالي موفمنت؟ السيرفكتنت هي ماده يفرزها الجسم او يصنعها الجسم تساعد على الالاستيسيتي مالت اللنبر كان يعني المطاطيه والتوسع مال الحجم مالت الرئه والانقباض مالته بالشهيق والزفير. وش ذا بالوادن اللي يفتهمون الابحاث وغيره انه هذا يطلع من الشهر السابع من الحمل يرجع يخفف بالثامن ويرجع من جديد قريب موعد الولاده حتى انه رب العالمين هي الطفل حتى يعيش شويه المحيط الخارجي يرجع يرتفع من جديد. فلهذا السؤال اللي يجيكم هوايه دائما تسالون الاطفال اللي بالخدج اللي يجي وعمره 8 اشهر نخاف من عنده اكثر من اللي يجي وعمره 7 اشهر. السيرفكتنت يكون عنده قليل الاسبوعين صار عندي الاسبوعين الاسبوعين سبعة اشهر وكل 8 اللي هو 8 اشهر. فاول 8 اشهر يكون معرض للاذى معرض للكومبليكيشن اكثر من اول 7 اشهر. ليش؟ لانه هاي السيرفكتنت صار رب العالمين سبحان الجليل ليش؟ بعد العالم عم يدور السبعة اشهر يطلع وصل للبيك يرجع يكمل يعني الماتوريشن مالت اللنج مالته بشهر الثامن يرجع يرتفع من جديد بشهر التاسع حتى هي الطفل انه يطلع يتنفس من واحد. واضح؟ اذا يجي بالام سي كيو يجيك بالسؤال واحد يسالك ترى شلون يجيب لك السؤال بس على شكل مفجر ليش ابو 8 اشهر يكون ريسكي اكثر من 7 اشهر؟ لانه عدد السرفاكتر ماده السرفاكتر البروتكشن مالته يكون اقل. امين؟ القضية الثانية اللي هي السيلياري اكشن او السيلياري موفمنت. السيلياري موفمنت اللي هي الزغابات اللي موجودة شلون موجودة الزغابات بالجي اي تي اللي تمتص الطعام الموجودة بالامعاء. اكو عندنا هاي السيلياري موفمنت هاي اللي تطرد اي فورن بودي اي بارتكلز. مرات شايفين انت من قاعد تاكل وكيف وعلى حق الله وكذا تكبر شيء طبت لك غلط مثلا قطرة مال ليمون شو تخلي بيه بالبرونكوس او تشرب مجرد غاز تاكل لك لقمه مال تمن عبرتك تمن حبايه مال تمن طبك. هذا الاكشن الكف ريفلكس كله هو يعني يحفز هاي السيريري موفمنت او هاي الزغابه انه اكسبلشن اوتسايد ذا بودي. فهذني شغلتين اثنيناتهم يتاثرون اذا كان السي او فويس موجود او اذا كان بعد انهليشن مال الكربون مونوكسايد هم السيريري موفمنت راح يقل. فبالتالي اي فورن بودي حصلها البلد ما راح يقدر يطلعها. الشغله الثانيه حتى الاكسبانشن او التخلص من البصر مالت اللنج اثناء انه الشخص ما يدري راح يقل لانه السرفكتنت راح تقل. واضح؟ الديجري اوف ذا بيرد
قلنا احنا البير عندنا بيه الدجري درجة وعندنا بيه الباسنت اللي هو النسبة اللي يهمنا بصراحة اللي يهمنا احنا النسبة أكثر مما تهمنا الدرجة اللي يهمنا احنا كشغل على استشارة على المحاضرة انه اعتمادنا على الفلود شلون نحسبه للمريض قد نحسب له شنو التايم مال الفلود شنو نطيب ل 24 ساعة الأولى شنو نطيب ل 24 ساعة الثانية شنو اللودينج شنو المينتنس لان على المحاضرة قلنا يحكمنا فيها السيرفيس اريا النسبة اللي هي تي بي اس اي توتال بدي سيرفيس اريا نسبة الحرارة الدجري يعطيك فكرة عن الدبث عمق الحرب اللي هو المواصل حتى ما تنساها دي دجري دبث عمق دي وي دي فلما يقول لك الحرب من الدرجة الثالثة تعرف انه والله افترض لك كذا طبق يقول لك الدرجة الثانية انا افترض الطبقة الفلانية والطبقة الفلانية او يقول الفول ثيكنس او الدرجة الرابعة انا وصلت الى الحرب تمام فالدجري اوف ذا بيرن او الدف او الاكستنت اوف البان فيرست ديجري اللي هو سوبرفيشال قياسا على اللي حكيناهم احنا قبل شوي قسمنا اللايرز مالت السكين قلنا عندنا الابيديرمس وعندنا الديرمس وعندنا الهايبر او الباتي لاير خلينا نسميها فاذا كان انفولفنج جاست الابيديرمس هذا شنو؟ سوبرفيشال لايرز الديرمس الطبقه الثانيه راح نقسمها الى قسمين يعني القريب من الابيديرمس والقريب من الفاتيلا اذا انفولف البيرن انفولف الابيديرمس كلها والقسم الاقرب من عندها من الديرمس يعني النصف العلوي من الديرمس صارت سكند ديجري اللي هي سوبرفيشال بارشال ثيكنس سوبرفيشال بارشال يعني جزء من عندها ثيكنس فقط ما بنقول الثيرد ديجري هذا الدي بارشال ثيكنس يعني اخذت الابيديرمس كلها والديرمس الطبقتين مالتها القريبه من الابيديرمس والقريبه من الفاتيلا. نقول الفورث ديجري هاي الفول ثيكنس يعني اختراقها كامله السكن كل طبقاته الابيديرمس والطبقه الاولانيه من الديرمس والطبقه الثانيه والفاتيلا بحيث واصل الى المصل والبون والتندن وكل اللي هو غالبا ما يكون يعني متعلق ويا قضايا البلاست الانفجارات. يعني هم تروما هم بير. واضح؟ فاذا الفيرست ديجري هو سوبرفيشال السكند ديجري اللي هو سوبرفيشال بارشال تكنس الثيرد اللي هو الديب بارشال تكنس واشدهم سوءا وخطوره اللي هو الفول تكنس الكامل اللي هو اسمه فول للفيش للفيش ابدا للسكين تكنس بارتيكل بوم مالت الفيش هذا الفورث ديجري الرسم عندنا نوضح لنا الموضوع يعني هاي الابيديرمس مثلا وهاي الطبقه الاولانيه من الديرمس الطبقه الثانيه والسكندرس وهاي فاذا بس الطبقه الاولانيه تقدر نسميها الفيرست السكند اخذنا ذن الاثنين الثيرد اوفر هاي خلص الدرس تقريبا كلها اوفر الانام والفورث اللي هو واصل الى المصل او اكسبوز بون انتن او الانترنال اورجنز حتى مرات يجي المريض فوق بطن مفلوعه فوق الدكتور مع رب العالمين كلها دكتور واضح فالدبث مالت البير او الديجري اوف ذا بير يعتمد على كم طبقة من السكن هي involved بالإيفنت كل ما كانت عدد الطبقات أكثر كل ما كان الدجري أكبر يعني الثانية أسوأ من الأولى والثالثة أسوأ من الثانية والرابعة أسوأ من الكل First degree bear اللي هو قلنا عن الإبيديرمس هسه أبورشن أوف ذا إبيديرمس بيبي إنجر سيمبتوم مالت ممكن تكون ريدنس مايلد بين دراي سكن أهم شيء نو بلسترز ماكو فرداسة ماكو بطاقة بعبارة أخرى من تلقى البيرن موجود بيه فرداسة أو موجود بيه بطاقة اللي نسمي إحنا هذا معناه سكند ديجري بلس يعني الثانية وفوق هذا حتى هو يعني كويك أسسمنت من تلقى أكو بطاقة أو أكو فرداسة صايرة بالمكان مالت الحرق هذا معناه هو الدرجة الثانية صعودا تفكر فيها ما دام ماكو بليسترز معناته تصعد بالدرجة الأولى اللي هاي صنحة شناها قبل شوية كمثال تسوي بالطوري بالصوبة مثلا الأوتي زي الشغلات البسيطة أو كبارات لا تسوي يظل فترة طويلة أو هوت ليكويد أو هوت أوبجكت ولا لازم حاطة كل شيء ممكن يوصل إلى مرحلة البليستر تطلع البطاطا هذا معناها السكند فأهم شيء نو بليستر معناها بال أنا بدي أسولف بالفيرست مينيموم فلويد لوس ما بيهم مشكلة وهذا يعني عادة
generally heals on its own without any scarring, by some pain to do or do not, ياخذ 3 إلى 5 days. Summer will you be live, الحروب اللي سبب ضربات الشمس. اللي هي سبب في الشمس تكون بس في المنطقات اللي في اليابس ما عندنا بها مشكلة. النوع الثاني سكريتي جينا اللي قلنا مجرد ما تلقى الليستر انت تفكر هاي اما من سكند او الثيرد او الفورد. فوقتك على السكند الفوق في اليابس على بارت اوف اليابس حكيناها قسم الاطراف decrease blood flow in tissue harm converted to the thickness of the thickness bed يعني يتحول الى درجة اعلى يعني هو ممكن بالدرجة الثانية يتحول الى الدرجة الثالثة عشان ما حكينا قبل شوي بالكيميكالز وحكينا بالراديشن ممكن هذول ياخذ 2 إلى 72 ساعة او ياخذ 12 إلى 24 ساعة ممكن هذا الديتيريوريشن اللي يصير فيه يتحول من الدرجة الادنى الى درجة اعلى يعني كل ما فات بالتشو اكثر كل ما صار لنا هارم اكثر كل ما صار لنا دمج اكثر كل ما صار درجه اعلى. سيمبتوم اللي عندنا مثل الديستنس بس اللي حكيناها قلنا هاي كنت صار رايتنس شايني ويت دي رايتنس فيري بينفول. ليش؟ لانك ما كنت طالع للبين. لانك ما كنت طالع للبين او مايلد بين فشي كلش بسيط بس هنا قلنا فيري بينفول ليش؟ يعني شنو؟ احنا حكينا بالبدايه قلنا هي منطقه الدابس هي اللي تحتوي على البلد فازل وتحتوي على النير ومسؤول عن الالاستيسيتي والسترينث مالته. فصار بالضبط كان شلون ما واحد مجروح جرح مباشر يجي عليه ليمون يدير عليه. فالنير صار اكسبوزد معرض للاكستيريال معرض للانفايرمنت مباشره. فلهذا يكون البين مالته كلش قوي. واذا مجربوا انتم صار البليستر وما تحملت وخرتها سلاحها او تنشرها المنطقة اللي جواها صار كلش بينفول اول يوم اول يوم اول نص يوم بالبداية مجرد ما تطخها ويجي عليها مي او حتى لو مي مو لدرجة شيء صوتي او شيء حامض كل مؤلم لان المنطقة تكون اكسبوست النيرف مالتها مبين وهي خارج انت ما اسمع الخارج فالفيري بينفول السبب مالته انه اكسبوست النيرف صار تماس مباشر مع المحيط الخارج سبونتينيوسلي انثيريلايزيشن يحتاج الى 2 to 3 weeks بينما ذاكر 3 إلى 5 أيام هذا يحتاج له ممكن نوصل قريب 20 يوم هذا نسميه كومبليت هيلز اكزامبل شنو اللي عندنا به اكثر كونتاكت وذ هوت اوبجكتس فليم او كاربن الناس اللي يشتغلون بالجير وغيره جماعه العوازل اللي يشتغلون اللي مثلا يصير عليه مثلا الهرجه وتشد فيه يصير هذا راس المال صار عندنا ثيرد ديجري ابي ديربس عن الانتاير ديربس يعني كله طبختين الاولانيات صارت فيه شو يكون عندنا دراي سكن سوالين وايت بلاك براون او يلو سكن لون مالته حتى ما تنسوا نظل شوي عندكم دائما تتذكرون ان تشوفون وياها مثل شيء القص شايفين الالوان اللي تطلع به قبل ما تتذكرون هاي بعد ما تشوفون شيء القص ممكن يكون اللون مالته يلو ممكن يكون بلاك ممكن يكون وايت ممكن يكون كل الوان كلها المشكلة اللي عندنا وين؟ هنا little or no pain. ليش؟ لأن صار انتاير للدرس كتلة للدرس. كتلة تمام. فما جبنا مثال مال الكتري. نزل بالآخر وحرقه وشواه وخلص هذا نفس الكلام حرقة تمام ولا صعب اللي عندنا. أو في البصمة راح اسمه إي شار. إي إس إتش أي آر. إي شار. هذا بالضبط خاصة إذا كان سير كونفرنشال يعني لا يرحب الهاونت كلها طبق مال الطفل مثلا أو وقع الزيت أو الماء الحار غير على كل الأعداد بدائل توصل إلى مرحلة يصير لهم شلون الطبقة شلون الدرس داير مدايرة تقوم تضغط عليه تبدأ الضغط يصير لهم شلون باند شلون سواب كبير على طول الهام داير مدايرة هذا الضغط اللي يصير يعني اكو عدم اكو اكسديت مواد اللي تطلع من هذا الحرق اللي صاير جوا ما عاد من فيه تطلع منه فشي يصير يزيد الضغط داخل هذا الاشاره ستار اشاره ستار الضغط هذا ايش راح يسوي؟ لان اللي كم ثريان وكم ولد اللي ظل اللي احنا محولين عليه انه يبدا الجسم راح يصير شلون كان واحد واقف على الصونده مالت المي يمنع وصول الدم الى المنطقه البدائيه هذا المصطلح يسموه كومبارتمنت سندروم كومبارتمنت سندروم
زيادة الضغط داخل المنطقة المتأذية، يصير بحالة البير إذا كان صار كونفرنشيوم، ويصير بحالة الفراكتشر، يصير عنده كسر ويجب يصير تجبيس كامل، مو هذا اللي هو شيء تجبيس كامل يعني دائرة دائرة الكسر هذا. فأكو مواد تنفرز بسبب التروما اللي تطلع ما عاد بتفهم يقوم الضغط يزداد. الحل اللي وياش نسوي فشي اسمه إشارتهم، هو الإشارة سكار تفلع في المنطقة بس بشوف بس بس حتى سوي ريليز للبرشر واضح. صار عندنا في غلطين كومبارتمنت سندروم، صار عندنا إشارتهم اللي وجهها للإشارة. كان ريزولت من ديسربشن، هذا النوع كان ريزولت من ديسربشن اوف النيل هير سبيشس جلاند، يعني تنظف انه تنظف ايد الشعر في بدن او النيل ستون May cause scarring, skin grafting usually required. يعني يحتاجون يعني الندوب والسر خبر الحروب قد يحتاجون إلى skin graft، يعني عمليات تجميل نقل جلد من مكانات أخرى. ترقيع، صحيح عند عمليات ترقيع تجميل، فيكون هذا المنطقة إذا كان الفيس أو إذا كان مثلاً النيك كان مناطق الظهر أو الغازة بالجسم يأخذون للباك سكين أو فشي يسوي له ترقيع للمنطقة، يعني يجملون المكان أو يجملون الحالة. examples اللي عندنا من هاي الحالات عن الثيرد ديجري اللي هم الكتريكال والكيميكال اللي حكيناهم قبل، الكتريكال انجري والكيميكال انجري والكيميكال. الرابع اللي هو مثل ما حكينا في مولانا وغير ما هو جماعة البلاست انجري وجماعة الانفجارات او الوار انجري. انجري involve all layer of the skin حكيناهم، قلنا من السكين الى ان نوصل الانترنال اورجان need immediate hospitalization. هذا ما في مجال لا ناخذ نعالجه من بدهن السمنت ولا عندنا ملاك اسمعنا ولا حكي هو زيت السمنت ويطيب وكذا ما تعرف. fourth degree لازم انتبه، يعني لازم admission، لازم intervention للمستشفى. symptom لا white skin no sensation، ما يحس بالموضوع لانه اصلا ما طلع. dry or hard skin pain not desired. pain may be intense or absent، يعني ممكن ألم مبرح ما ينجرع ما يقدر، والله لا ويكون رجعة الحروف من يطبون ويسورون التنظيف، يعني الصياح اللي تسمعوه كان الشعب الخامسة كانوا طبعا التعذيب والضبط الضبط. فلهذا اللي قال برتيك اللي جماعة اللي ما خلوا دعوة يعني ما يطول يوم اللي ضي زواعات هناك على المطار. ف يعني الموضوع جدا جدا يعني لا سهل عليك ولا سهل على البيشنت، فمو اي واحد يقدر يداره. واذا تشوفوهم الناس اللي غاضين راح هذه الحروق اللي صار لهم كذا سنه اللي هو ضاق هالمكان، مو بسهوله اهل الكوادر الجديده تجي تنظام. عندكم واحد من الناس اللي دام في الحروق استاذ محمد فاهم، عندنا هنا براسكم يمكن استاذ محمد فاهم هنا عندنا دام الموضوع يصير كذا في الصف الثاني دام براد هذا الكوادر. موضوع التنظيف مال الباب انه انت لازم تشطب وتقشر وتوكل الدنتج الى ان توصل للهيلثي لاير. شلون تطلع الهيلثي لاير؟ عندك شغلتين، يا اما تشوف البلد قام ينزل، انا وصلت للبلد فزل الناصحه والصحيح والعياط مال البيشنت، معناته وصلت للنيرف الصحيح. طول ما انت تقص بالضبط شلون بالسكر، والسكر شاف يوم مرات نزل مع السكر اثر عنده على الاعصاب، مثلا اعصاب المجنون رجله محروقه وما يدري. ابني ينزل من طابق فوق يشتري ريحه تكه اللي رجله على الهيتر وما يدري بيه ما عنده بين، لانه النيرف اصلا عنده ماثي السكر وننشي. فالشاهد من الكلام انه البين ماي بي انتنس اور ابسنت اعتمادا على شنو؟ هاي الاشياء ديبندنج اون نيرف اندنج انفولفمنت. النهايات العصبيه لو كانت رايحه بالحرب ما عنده بين، رايح مبروك احترق. اذا كانت لا اكسبوزد ظاهر للمحيط الخارجي راح يكون عندنا سفير 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 بين، وحتى المرات يسمون agonizing pain على أقرب إلى سبب إلى واحد يشتهي الموت. causes are scarring، فصار عندنا scarring وين؟ الدرجتين الثالثة والرابعة لأن اللي يسبب لنا الندوب مالت الحروب. الاكزامبلز نفسهم الكتريكال والكيميكال اللي هم الاكثر شيوعا عندنا، او الفليز اللي كان هذا يعني تماس مباشر كل شيء طبعاً صار صار هنا تمام. هذا الجدول المهم، هذا المثال والكاركترستيك اللي موجودة وشنو
ازين او بمصر ازين the following factors are considered in determining the depth of the bear. يعني بدنا نسولف على الدبث مالت البير يعني شو نقصد؟ يعني الديجري مالت البير. شنو العوامل اللي نشهد انه تحدد الدرجة مالت الحرق؟ والمسؤول عن الدرجة مالت الحرق سواء كان انه يكون بسيط او يكون بالدرجات المتقدمة الثالثة او الرابعة. على ثلاث نقاط اللي هن مهمات. أول وحدة والأهم انه how the injury occurred. شلون صار؟ انت شويت الجدر ريتو متأخرين او وقعت بنص الجدر. البير طفر عليك من البرميل او ايدك صار برميل. شلون صار؟ يعني كان ما فجر. او ذا انجري. النقطة الثانية الكوزيتيف ايجنت العامل المسبب هل هو فليم؟ نار على اسئلة اللعب. هوت اوبجكت سكالدنج ليكويدز يعني قاعدية او حامضية يعني كيميائية راديشن طبيعة العامل المسبب. ثالثة temperature of bearing agent منطق يعني الشيء اللي تنتجه به درجة حرارة مالته 60 مثل الحديد اللي درجة حرارته 200 تمام؟ degree of bearing agent duration of contact فترة حكينا انا قبل شوي بالراديشن حكينا بالالكتريستي ياثرون حتى الفروست بايت duration شيء فترة و thickness of the skin thickness of the skin السمك مالت الجلد غالبا ما يكون مثلا افريكا امريكا السود الشرق السوداء يكون السكن مالتهم اخر فارقه شايفينهم تلقاه شنو الصيف وينحر بالصحراء ولا يهمه لا عنده حذاء لا عنده نعال كرمون لا عنده يدوس يسحق عابوم سله قزاز ما عنده مشكله قريبه يمشي واحنا عندنا هذا عثر بدل ما يجيك مشخر معور وطاوله اهم تو كاتيجوري او ايج جروب اللي عنده وكل شيء يكون سيريس ونخاف من عندهم تو اكستريم اوف ايج يا اما الصغار جدا بالعمر الاطفال يا اما كبار السن ليش؟ لانه طبقه الفاتي لاير تكون عندهم شبه الماكو شبه المعدن شبه ما موجوده فلهذا الطفل دائما تلقوا هاي قاعدين يقصون بيه ويلعبون وياه وتفاحات بس يكبر فكرة عندنا الفاتي لاير او الفاتي التشو مو موجود والكبار بالعمر اللي يجيب هذول ليش يصير التجاعيد اللي موجوده؟ لانه هاي الطبقه الدهنيه اللي موجوده تروح تنتهي فيصير هاي الكراميش اللي بيقول تفاعلات فايش راح يصير عندنا؟ عندنا لاير كامله انشالت مو موجوده اصلا وكانما انه الوجه يتعامل وعنده فقط خطين دفاعي هذا الخط الثالث اصلا مو موجود فلهذا هذول تو جروب اوف ايج اللي هو الشايلد او البيدياتريك ايج جروب او الاطفال تشيلدرن والالدرلي الكبار بالعمر هذول نخاف عندهم موضوع الحرق لانهم يكونون كلش سيريوس وبصراحه باد بروجنوسيس يعني الاطفال على مستوى 15 و20% ما يعبرون مو 50 و60 ولا عندنا احنا نسوي استفاءات مالتنا 15 12% ممكن 12 اي بس 15 صح تمام تو اكستريم اوف ايج يا اما جدا صغار يا اما طاعنين في السن هذول يكونون شوي لازم تتعامل وياهم تتعامل وياهم كلش كوشيوس وتكون وياهم قاعد كلش حذر فاكتورز اللي حكينا عن هذول هم اللي مسؤولين عن الديجري اوف ذا بير او الديف اوف البير واضحه؟ واضحه؟ بدي السلايد هذا واللي بعده واللي بعده اللي ما ادري بس هذا السايد وراها حتفصلهم بقية على المحاضرة اللي بعد. احنا قلنا عندنا الديجري اوف البير والبير سنتر اوف البير او اللي هي تي بي اس اي بودي سيرفيس اريا المنطقة اللي تتعرض للحرق هاي اللي تهمنا واللي تعنينا من اللي تحسب الفلويد اللي تحسب الفلويد للمريض شلون المعيار وشلون كيف تدور التوقيتات شلون نقسم ال 24 ساعة الأولى وشلون نقسم ال 24 ساعة الثانية ان شاء الله على محاضرات يوم الثلاثاء الأربعاء فعندنا الروم اوف 9 تسعة ومضاعفات التسعة عندنا اللو اند تولد بثوت اللي هي اكثر وحدة اكيوريت اخاف يجي بالام سي كيو the most precise one or the most accurate equation حساب الكالكوليت الفلويد ان بيرن بيشن وخطط لك
اكثر من وحده، ها هي اكثرهم دقه اللي تستخدم في المراكز المتخصصه بصراحه، المراكز المختصه فقط بعلاج الحروق والحروق على المضاعفات مالتهم ويحصلوا على هاي المعادله. فشيء كلش معقد وتشاركات وتنحسب. انتم بالنسبه لكم السؤال اذا اريد يجيكم، السؤال اذا اريد يجيكم يجي، اما انا وصلت احسبها على الرول اوف 9 او انا اعطيك اياها بشكل مباشر نسبه الحرق مالته هلبت. تمام؟ فعندنا رول اوف 9 تسعة مضاعفات اللود اند برودكت ميثود والاخيره اللي هي البام ميثود. رول اوف 9 ان استيميشن اوف تي بي اس اي توتال بودي سيرفيس اريا انفولد انها سمبليفايد باي يوزنج ذا رول اوف 9 مضاعفات التسعه. حتى ما ادورهم بالموضوع اللي اريده من هذا الموضوع من هذا السلايد انه انت كنت تعرفني انه هاي القاعده تصح فقط للاشخاص اللي عمرهم 14 سنه فما فوق. 14 سنه فما فوق، يعني اصغر من 14 سنه ما يدخل بهاي الكويشن، ما يصير تحسب. الحساب يكون عن طريق التسعه ومضاعفات التسعه اللي هي الابر لم كل وحده من عندهم تسعه. الابر لم كل وحده من عندهم تسعه، اللور لم كل وحده من عندهم Thank you.